بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام المباركة التي رزقنا ورزق الأمة جميعا فيها العمل الصالح، ورزق البركة في العمل الصالح ومضاعفة الأجر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يقصد العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا من بركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن أعمارها قليلة أو قصيرة، فبارك الله في أمتي في الأمة هذه لمحبته لها، فجعل من الأيام أو من الليالي ما فيه فضلا وبركة لنيل الأجر. ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من طلبة العلم الذين يستغلون أوقاتهم بما فيه فائدة، ومن أجل استغلال الوقت وفعل العبادات طلب العلم، حيث أنه شرف وهو مهنة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم في معنى الأثر الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أحبتي، ما زلنا في دورتنا في فقه الزكاة، ووقفنا عند باب زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين، الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين، حياكم الله، من أراد أن يشارك فليتفضل. القسم الأول هو النباتات، القسم الأول النباتات، والقسم الثاني المعادن. وقد بينت الشريعة الإسلامية أن زكاة النباتات تجب الزكاة في النباتات في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه، أي أن النباتات التي تجب فيها الزكاة هو ما كان من إحدى نوعين، إما حبا وإما ثمرة. المقصود بالحب هو مثل حبوب الذرة أو القمح أو الشعير، والثمر الذي يكال ويدخر. يكال أي لا يوزن، وإنما يكال بالحجم بالصاع أو بالمد، وقد يوزن لكن الأصل فيه الكيل. ويدخر أي أنه لا يخرب، لا يسوس، أو لا، وإنما قد يبقى بالسنة والسنتين كالتمر والزبيب والتين وهكذا إذا خرج من أرضه. إذن لا ننتظر الحول، زكاة المال، زكاة التجارة، زكاة السائمة ننتظر فيها إيش؟ الحول. لكن زكاة الخارج من الأرض من النباتات مما يكال أو يدخر فلا يجب فيه مرور الحول. طيب، ما هو نصاب هذه الزكاة؟ مر معنا أن نصاب مثلا الإبل يبدأ من 5، نصاب الغنم يبدأ من 40، من 40. فزكاة النباتات مما تبدأ من 5 أوسق، من 5 أوسق. ما الوسق؟ الوسق 60 صاعا، 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد تقريبا مثلا نقول إيش، قرابة مثلا كيلو، لكن لأنه ليس بالوزن وإنما بالحجم. فما كان بمقدار 300 صاع هو الذي يجب فيه الزكاة. يعني مثلا نقول الآن بمقدار خزان متر في متر في متر مكعب، فمن كان لديه من النباتات ما حصده بهذا المقدار وجب عليه أن يؤدي الزكاة، وجب عليه أن يؤدي الزكاة. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، أي ما بلغ 5 أوسق وجبت فيه الزكاة. والوسق 60 صاع. طيب، النباتات لا تخلو من أمرين: إما أن يكون صاحب هذا النبات هو المتكلف بالسماد والسقاية والرعاية، وإما أن تكون مسقية من ماء السماء، إما مطرا أو من النهر أو الجدول الذي يمر بجوارها. يعني ما هو متكلف أن يأتي بالماء بالنواضح إخراج المياه، أو في وقتنا الحاضر مثل الوايتات، الخزانات، المويه، النقل. يعني ما هو متكلف بأجرة نقل الماء وسقاية الأرض. فإن كانت إذا بلغ النصاب 5 أوسق وكان السقي من السماء فيجب العشر، يجب العشر اللي هو يعني 10% من إجمالي المحصول.
وإن كان السقي بكلفة هو يتكلف السقي فيجب فيه نصف العشر يعني 5%، يعني 5%. طيب متى تجب الزكاة؟ كما مر معنا زكاة الحب والثمر عند بدو الصلاح أو بدو النضج. طيب الحب الذرة وما بدو صلاحه إذا اشتد، والثمر ما بدو صلاحه إذا أصبح صالحا للأكل، كالتمر إذا نضج وأصبح صالحا للأكل وجبت فيه الزكاة. ولا يخرج الحب إلا مصفى، يخرج من قشره ومن مما كان فيه، ولا الثمر إلا يابسا، يعني ما نخرج التمر رطب، ما نخرجه رطب وإنما نخرجه تمرا. ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره حتى يكمل النصاب. يعني لو إنسان عنده مزرعة وأخرج سبحان الله مثلا 3 أوسق من التمر و3 أوسق من الدخن، إن جمعناها أصبحت 6، فوجب فيها النصاب لأنه 5 أوسق، فنقول لا، ما يجب عليك إيش الزكاة، لأنه ليس من جنس واحد ما بلغ النصاب فتخرج زكاته. لكن إن كان من جنس واحد وأنواع مختلفة مثل التمر، التمر أنواع، فإن اكتملت واجتمعت حتى أصبحت 5 فما فوق وجبت فيها الزكاة، فيخرج عن كل نوع زكاته، وإذا أخرج جيدا عن رديء جاز وله الأجر، كما مر معنا في السائمة، إن وجب عليه مثلا سن صغير فأراد أن يخرج سنا أكبر يجوز له الأجر. نفس الشيء هنا، إذا أراد أن يخرج الأكثر فيجوز له وله الأجر. النوع الثاني زكاة المعادن، زكاة المعادن، إذا مر معنا زكاة النباتات، الآن زكاة المعادن. من استخرج من المعدن نصابا هل عليه الزكاة؟ ومن يخرجها؟ نعم عليه زكاة. من استخرج من معدن نصابا من ذهب أو فضة أو ما قيمته نصاب فعليه زكاة من جواهر أو كحل أو نحاس أو حديد. الكحل اللي هو إيش؟ حجر ثمين يعني يباع ويعتبر يعني من مثل النحاس والحديث أو الحديد في وقتنا الحاضر، كان فيما مضى. فعليه زكاة. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية، نفس الحبوب بعد ما تصفى وتخرج يؤدى زكاتها، نفس الشيء فيما أخرج من المعدن الذي خرج من الأرض من ذهب أو فضة. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. أي نصاب؟ نصاب الذهب والفضة، والذهب نصابه 85 مثقالا من الجرام، 85 جرام أو 200 درهم من الفضة. طيب ما خرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وعنبر الذي يأتي فيه الحوت فهذا لا تجب فيه الزكاة، وكذلك ما خرج من المسك من الغزال لا تجب فيه الزكاة. إذن الزكاة تجب في النباتات التي تكال وتدخر إذا بلغت 5 أوسق فما فوق، وتجب في المعادن الثمينة إذا بلغ قدرها وثمنها نصاب الذهب والفضة. زكاة النباتات متى تخرج؟ عند الحصاد، وآتوا حقه عنده. طيب آخر زكاة هي زكاة الركاز. ما هو الركاز؟ هو الكنز الذي يكون من الجاهلية، يعني من قديم الزمن قبل 200 300 400 سنة أو آثار، فتجده، من وجده وجب عليه الزكاة فورا، ما ينتظر حول، وجب عليه الزكاة. طبعا النظام قد يختلف، في بعض البلاد قد يضعوا من القيود من الدولة أو شيء، أنه هذه تملكها الدولة أو وزارة معينة أو شيء، فكل بلد على حسب نظامه. طيب ما زكاته هذه الآثار؟ زكاتها الخمس، يخرج الخمس اللي يعني 5%، 5% 20% جزاك الله خير، الخمس 20%، أخطأت أنا. طيب زكاة الأثمان، إذا الآن انتهينا من زكاة إيش؟ الخارج من الأرض، أي شيء خرج من الأرض انتهينا منه. بدأنا بزكاة النباتات إذا بلغت 5 أوسق، إن سقيت من ماء السماء فيها العشر، وإن سقيت من بتكلفة
نصفا للعشر، والمعادن التي تكتشف وتخرج عليها فيها كم؟ نفس نصاب الذهب والفضة، وبالنسبة للركاز فيها الخمس وهو 20%. طيب ما زكاة الأثمان؟ الأثمان هو الذهب والفضة، والذي في وقتنا الحاضر اللي هي الأوراق النقدية أو المعادن، سواء كانت لها قيمة عالية أو ليست لها قيمة عالية. إذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم، وإذا كانت بلغت 20 مثقالا ففيها اللي هو ما يساوي 85 جرام. طيب كيف نقدرها في وقتنا الحاضر؟ سعر الجرام من الذهب مثلا، الجرام مثلا بكم الآن حاليا تقريبا؟ 80 دولار. لو فرضنا 80 دولار، تضرب 80 في 85، طبعا كل يوم هذا يتغير السعر، فكل بلد على حسب سعر الذهب فيه وسعر على حسب العملة، فتضرب مثلا 80 في 85، فلو فرضنا 100، لو فرضنا 100 دولار في 85 أو 100 ريال أو 100 على حسب العملة في كل بلد، لو فرضنا 100 في 85 كم تأتي؟ 850. فمن ملك هذا المبلغ 850 وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة. من ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول، الحول اللي هو السنة قمرية 12 شهرا قمرية، وجب عليه الزكاة. كم الزكاة؟ 2.5%. 2.5%. طيب بالنسبة للذهب، الذهب والفضة لأنه كان عملة سابقة لا يخرج إلا ما كان مسبوكا ليس مغشوشا. لماذا؟ لأنه كان في بعضه يأتي فيه غش، يدخل فيه مثلا من الحديد أو من المعادن الأخرى ليثقله، فمن ملكه هذا المغشوش لا يخرجه بقيمة المغشوش وإنما يخرجه بقيمة الصحيح. طيب كيف يعرف؟ إما الصائغ يعرف تقديرا، مثل في وقتنا الحاضر الآن الفصوص كريستالات هذه اللي تأتي الزينة في الخاتم أو في الذهب ما يخرج زكاتها كلها، يستطيع الصائغ يعرف، عنده قدرة أنه يعرف كم كمية الذهب من خلال الخبرة، كم الذهب وكم الزائد عن الذهب. طيب الذهب المعد للاستعمال، الذهب الذي يعد للاستعمال لللبس للزينة للادخار، هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ اختلف العلماء بسبب الاجتهاد، فمنهم من قال أن الزكاة عامة على الذهب سواء ادخر استخدم، ومنهم من قال أنه لا، يعتبر مثل المنزل لأنه قيمة، مثل السيارة، مثل العبد، هذه ما فيها زكاة. والصحيح والعلم عند الله على ما أتاني إلا من علم أنه ليس فيه زكاة إن كان يستعمل، إن كان يستعمل ويلبس أو يعار وكذا ما في زكاة. أما إن كان يعد للتجارة كالتأجير أو يعد يعني مثلا لل المهم للتجارة ففي زكاة التجارة، في زكاة التجارة. طيب يباح الذهب للنساء على ما جرت عليه العادة باللبس من الذهب والفضة، والفضة للرجال خاصة لا يباح لهم لبس الذهب. طيب هل المعد للكراء والادخار فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. ليش فيه زكاة؟ لأنه هذا عن المذهب الحنبلي. طبعا أنا عندي إشكالية، الجهاز تعطل، اضطريت أخذ جهاز ثاني، وهذا ما هو راضي لا يشغل الزوم إلا نزلته بالأمس وخليه على الله، الزوم شغال لكن هذا يبغى له سلك. طيب باب زكاة العروض اللي هي عروض التجارة، الآن زكاة عروض التجارة. متى تجب زكاة عروض التجارة؟ لا تجب إلا إذا نوى التجارة، يعني من توفي أخوه أو والده وورث له بقالة أو دكان أو عمارة مؤجرة ولم ينوي التجارة ما تجب عليه الزكاة. يعني مثلا ترك الدكان فاضي لم يأجره، ترك العمارة فاضي يعني ما أجرها، ليس عليه زكاة. يعني مو مجرد فقط أنك تملك منشأة تجارية أو سجل تجاري يجب عليك الزكاة، لا، لابد أن يكون لديك نية التجارة والمضاربة والشغل. طيب ما هو نصابها؟ يقومها حولا كاملا. أنت بدأت مثلا رأس مالك كم الآن؟ مثلا 10,000، جيت نهاية الحول اللي هو 12 شهر، 10,000 موجودة وهي بالغة فوق النصاب اللي حسبناه الآن، لو فرضنا أنه 850، إذن يجب عليك زكاة
10,000. إذا طلعت أقل مثلا 5,000 وهي ما زالت فوق إيش؟ فوق النصاب. 5,000 مو فوق النصاب، لو فرضنا النصاب 850 وال5,000 فوق النصاب صح؟ فيزكي إيش؟ 5,000. وإذا طلعت 600 حال عليه الحول وهي 600، عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. إذا كم مثال الآن عندنا؟ 3 أمثلة. بدأ مشروع التجاري ب10,000، بعد 12 شهرا وجد أنه مثلا عنده 10,000 هي، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة على المبلغ كامل، 10,000 كاملة اللي هي كم؟ 250. طيب إذا فرضنا أنه حسب نهاية السنة وجدها 5,000، يعني خسر، يعتبر خسران من رأس ماله 5,000، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليه زكاة، مع أنه صلاح أنه خسران أو لا، يمين حسابه، وإنما يزكي فقط على ماذا؟ على ال5,000 اللي هي حال عليه الحول. طيب وجد أن عنده 600 فقط، كم يزكي؟ على 600 فقط. مثال الرابع، إذا وجد عنده 100,000، كم يزكي؟ على كم؟ على 10,000 ولا 100,000؟ لا، يزكي على 10,000 لأنه هي التي حال عليه الحول، ويبدأ للسنة الجديدة 100,000، ويبدأ للسنة الجديدة اللي في اللي عليها 100,000. طيب يقومها حولا كاملة، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة اللي هي 600 أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كانت عنده ذهبا أو فضة ضمنها إلى قيمة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. طيب الآن السوبر ماركت مثلا، عشان نأخذها كذا كمعلومة وقاعدة ونفهمها، السوبر ماركت ماذا يشمل؟ لو فرضنا فتح تجارة سوبر ماركت يشمل نوعين. النوع الأول إما أشياء أساسات مثل الثلاجات، كاشير، هذه لا تحسب، هذه لا تحسب، يعني مثلا الآن دخل ب100,000، جهز الديكور وجهز المحلات والثلاجات والأشياء 50,000، وب50,000 اشترى فيها بضاعة حال الحول 12 شهرا، الآن ماذا يحسب؟ يحسب فقط البضاعة بسعر يومها، كم حبة مكرونة، كم حليب، كم 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 كم، يسوي جرد يوم كامل. متى اللي يسوي الجرد؟ يعرف هو أول ما بدأ المشروع مثلا 1 محرم، يوم 29 أو 30 ذو الحجة يبدأ يجرد، يعني بحيث أنه ما يجي يوم 1 محرم إلا هو عارف كم رأس ماله، مش الثلاجات والأشياء لا. فإذا وجده يعني نفس الحسبة الأولى، وجده مثلا 50,000، فعليه زكاة فيزكي فقط 50,000. طيب متفقين الآن المثال هذا؟ طيب نفك الكاميرا عشان نجيب، هو ما جبت قلم، في قلم هنا؟ ما في قلم. طيب المثال الثاني، نفس المثال هذا، المثال الثاني من يمكن أكتبه هنا بس أنتم ما حتشوفوا، أنتم ما عندكم زوم. طيب المثال الثاني نريدها عرضا، تقدر تشغلوا زوم ولا ما تقدر؟ طيب المثال الثاني الآن إحنا لو بدأ هو ب100,000، الآن هذا بدأ تجارته ب100,000، اتفقنا؟ طيب خصم منها 50,000 رأس ما رأس المال اللي هي الثلاجات، الديكور، الأشياء، جاء نهاية السنة وهو ما عنده، جمع البضاعة فوجدها 30,000، كم الزكاة حتكون على كم؟ على 30,000، كم زكاتها؟ مثلا لو فرضنا 10,000، 250 750 750 750، اتفقنا؟ طيب الآن المثال الثاني برضو بدأ ب100,000، اتفقنا؟ هذه 100,000 ولا مليون؟ شايفين انتم ها؟ اللي عنده زوم شايف؟ الكتابة واضحة. طيب رأس المال مثلا فرضنا ب خليه 50,000، ما عندنا مشكلة، لكن البضاعة التي جردها ما جاءت حتى ب500، كم زكاته؟ زكاته كم؟ ها. 500 أقل من النصاب، إذا صفر، اتفقنا؟ طيب المثال الثالث برضو بدأ ب100,000،
رأس المال 50,000، جاء هنا عنده كم؟ عنده 70,000. طيب الآن يدفع زكاة 70,000، لكن قال أنه هذه 70,000 البضائع هذه المرصوصة الآن الموجودة ترى دين، أنا اشتريتها بالآجل، صح؟ أنت الآن حسبتها 70,000، اتفقنا 70,000، لكن هي بالآجل، نتفق معا نقول له كم الدين عليك؟ نفس القاعدة اللي خدناها في الأولى لزكاة الدين، كم الدين؟ فقال مثلا 40,000، نخصم من 70 ناقصنا 40,000 دين. طيب إذا كم حيكون رأس مالك؟ كأنك 30,000. إذا الزكاة عن 30، كم زكاة 30؟ قلنا 750، اتفقنا؟ واضح صح؟ طيب نجي مثال، الآن هذا مثال في سوبر ماركت. طيب نجيب مثال في مطعم، واحد فتح مطعم، نفس الطريقة، رأس المال 100,000، دفع إيش في المطعم؟ أساسات في المطعم ما يزكي عليها، إيش هي تتصوروا؟ الأجهزة، الأفران، القدور، التباسي، الملاعق، الشوك، هذه الأشياء، فتكلف تصور 90,000. لما جينا نهاية السنة قلنا له احسب الجرد، سوي جرد اللي عندك، فجرد يعني كم كيس رز، كم دجاج، كم لحم، كم خضار، قال لك ما تجي حتى 5,000، يعني المونة اللي عندي ما تجي حتى 5,000. طيب لكن أنا ربحت، البنك كان فاضي ما عندي شيء، لكن أنا ادخرت من هذا المشروع مثلا 60,000. خلي يعني أنا كنت كل شهر أشوف كل يوم دخل مبيعاتي بالشبكة وبالكاش وكذا، تجمعت تجمعت تجمعت، الآن أنا أكلمكم العام ما عندي إلا صفر، الآن في الحساب 60,000. كم تخرج زكاة؟ 10,000 على 10. ليش 10,000؟ عشان اللي هي عندها لا 100,000. 5,000 اللي طبقوا فيها المونة الرز. أيوة 60,000. طيب والستين بس لا، الستين المفروض تبدأ السنة كلها، السنة اللي بعديها. لا معليش، السنة اللي بعديها هيبدأ، يعني هو بدأ في هو بدأ ب100,000، هو لو ما في المؤونة ما كان حيجيب الستين، هي اللي جات الستين من القدور والتباسي والأفران اللي موجودة، مظبوط. فهو مشروع بدأ فيه مثلا في واحد محرم ب100,000، سوى المواد والديكور والطاولات وهذه الأشياء ب90,000، خلي 10,000 يعني اشترى فيها أي شيء. نهاية الحول، نهاية السنة، هو لما جاء جرد يقول لك الآن أنا عندي في الحساب في البنك 60,000، مش حسابي الشخصي، حساب المشروع هذا 60,000، إضافة عندي مونة، مونة يعني حتستهلك، مش طاولات وفران وكاشير، لا مثلا رزني، دجاج، 5,000. هنا تجمع 60 زائدنا 5,000 وتزكيها، تجمع 60 والـ5,000 وتزكيها. طيب الـ65,000 هذه تصور أنه قال لك أنا علي دين، صاحب الدجاج طالبني، صاحب الرز طالبني، طيب هي موجودة عندك في الحساب، موجودة عندك في الحساب، قال لك والله أنا يعني في نظام عندنا فواتير او نظام في اسلوب التجاره او شيء، يعني مثلا ننزل فنقول له اخصمها، نقول له اخصمها، لكن لا يجي يقول علي ايجار، لا يجي يقول طيب انا باقي لي اسبوعين ثلاث اسابيع حدفع ايجار 50,000 مثلا، تقول له لا ما يدخل. ليش؟ تبقى تقدم قدم، بس ما يكون حيله انك تتهرب من الزكاه، يعني تكون انت اصلا عليك الايجار قبل باسبوع اسبوعين على عرف الناس، يعني حتى لو تدفع بالسنه والسنتين، يعني اذا عرف الناس اجل صاحب المنشاه وادفع له قبل ايجاره وبالسنه او بالسنتين او بالثلاث اشهر او الاربع اشهر، ما فيها شيء، ما فيها شيء. طيب فاذا هذا كم زكاته؟ اذا هذا 60,000 زائد 5 65، لو خرجنا 35 ندين عليه، فحيبقى عليه كم؟ 30,000، نفسها 750.
مفهوم يا مشاري؟ بس نحن عفوا ممكن انا احتسب بس الزكاه المستحقه لتاريخه، اخرج قيمه الزكاه عفوا الايجار المستحق لتاريخه، يعني مثلا باقي 10 ايام انا اخرج فقط لعند الفتره إيه؟ نعم. المستحقه. لا انت اعتبرته كالدين، اعتبرت الايجار التزام زي الفواتير. نعم زي صحيح. الدين. نعم صحيح. اي نعم. صحيح. لكن انت لما تاتي لقاعده الايجار، قاعده الايجار ما تستطيع تجعل الايجار الا اذا كان عرف انك انت تدفع مثل الرواتب مثلا. انسان تصور هذا نفس الشخص عشان هو شوف فائده النظر، هذا الان اللي بدا ب 100,000 ودفع 90,000 مونه، واخر شيء حصل 5,000 بضاعه او ادوات و60,000 في البنك. طيب فقال طيب يا جماعه انا عندي حساب العمال ما حسبتم. ليش ما حسبتم؟ ممكن اتفاقي معهم بال6 اشهر مثلا مش بالشهر. ليش؟ مثلا مقاوله. طيب كم حجابهم في ال6 اشهر؟ لما جمع لك اياه 40,000. نفس الشيء هذا واحد. اثنين، لو جاء قال لك انا متاخر في الايجار. ثلاثه، قال لك انا متاخر في الفواتير، ما دفعت فواتير. اي كل هذه تعتبر احكام الدين. لكن لا تجي تقول لي مثلا، تقول لي والله انا بعد 6 اشهر حدفع رواتب، بحسب رواتب ال6 اشهر الجايه. لا هذه ما تدخل، هذه ما تدخل. طيب لو جاء قال لك بقدم الموظف هذا، انا اثق فيه اخويا ولا اي شيء، وبقدمه ال6 اشهر، هذا عرف الناس؟ ان كان عرف الناس تتحمل امام الله، اذا كان مو عرف الناس ما يجوز لك. ايش تبغى تقدم؟ قدم، لكن تحسب من مال الزكاة. طيب يا مشايخ، طيب الآن زكاة الفطر، في أحد عنده سؤال إلى الآن؟ في أسئلة كثيرة. طيب أنا عندي فكرة، نأخذ زكاة الفطر، ننتهي من اللقاء أو الموضوع اليوم، بعد ذلك أنا معيد لكم أنه سننتقل إلى موقع إسلام ويب اللي هو مركز الفتوى في أحكام الزكاة، فهناك مسائل واقعية من الناس سألوا فيها وأجيبت، يعني اللجنة أجابت، فنناقشها يعني من باب الفائدة يعني. طيب آخر موضوع اللي هو باب زكاة الفطر. ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر زكاة تجب في نهاية شهر رمضان لمن بلغه العيد، يعني من غربت عليه شمس ليلة العيد وهو حي يرزق وجبت عليه زكاة الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر، أو زوجته أنجبت، أو يعني وضعت مولودها بعد غروب يعني شمس ليلة العيد، وجب عليه أن يزكي عن هذا المولود. عن كل مسلم لا بعد، لأنه لو قبل ما وجبت، ما دخل وقت العيد، إذا غربت دخلت ليلة العيد. يعني هو يقصد هي ولدت بعد، إذا ولدت قبل، إذا توفي، إذا عكس لك سؤالك، إذا توفي قبل ليلة العيد، قبل غروب الشمس، خلاص ما تجب يعني، سواء كانت مولودا صغيرا أو كان كبيرا أو شيء. لكن هو الهدف الذي أريد أن أقول لك، ما دام يعني ليلة العيد مسلم حي يرزق وجب عليه الزكاة، ويملك قوته، يملك أن يدفع، لأنه قد تكون أنت غني وعندك قدرة، لكن سبحان الله منقطع في طريق سفر، وهذه قد حدثت، ناس كثير في مطار ورط، وقفت في المطار لا عندك ناس تعطيهم ولا عندك اتصال توكل أحد، فتسقط عنك وجوب، أو كنت في عمرة ولم تجد أحد، يسقط عنك وجوبها، يسقط عنك وجوبها. طيب تجب زكاة الفطر في آخر دقيقتين على كل مسلم إذا ملك فضلا من قوته، من قوت يومه وقوت عياله، برضو قوت عيالك لأنك متكلف فيهم. ما هو مقدارها؟ صاع من بر أو شعير أو دقيقهما، يجوز أن يكون دقيق أو حب أو تمر أو زبيب، وإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء إن كان صاع، مثل وقتنا الحاضر الرز. طيب متى يستحب إخراجها؟ يستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها بيوم يومين على حسب الحاجة أو أكثر. متى لا يجوز إخراج زكاة الفطر؟ لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، يعني يوم العيد من العلماء من قالوا صلاة العيد، صلاة العيد إذا طلع الإمام
للصلاة إذا أقام الإمام للصلاة فقد خرج وقت دفع الزكاة، وما يدفع بعدها إيش؟ صدقة. وهنا أنبه لمن يسمعني، كثير من يتطوع ويجمع من الناس زكاة الفطر، فثق تماما كونك جمعت منهم أن تتكفلت بشيء لابد أن تؤديه، فتتحرى تتحرى قدر الاستطاعة أن تؤديه.